اوروبا ومحمد صلاح طبعا، وامبارح يعني يمكن بيواصل التألق مع ليفربول، وده طبعا في موسم صعب قوي قوي على افتكر يعني مستوى بطولة الدوري الانجليزي، لكن برضو الامل في بطولة اوروبا موجود. ليفربول كسب امبارح لايبزيج الالماني 2-0، ده كان ماتش الذهاب. ماتش العودة هيكون هنا هيكون في انجلترا. يعني خلاص كابتن هاني، تفتكر صعود ليفربول لدور الثمانية ممكن نقدر نقول عليه محسوم من دلوقتي، ولا مفيش حاجة متوقعة في في الكرة الأوروبية؟ في الكرة الأوروبية وخاصة لما بتلعب الفرق الألمان بتبقى الموضوع صعب شوية. نتيجة 2-0 خارج الديار طمأنينة كبيرة جدا، لكن هم كمان ييليان ده مدرب لايبزيج ويورجن كلوب على علاقة طيبة جدا، يمكن قبل المباراة كان عندهم حوار شيق جدا. لكن خلينا نتكلم قبل ما نتكلم على اللقاء ده، نتكلم على محمد صلاح نفسه. محمد صلاح ما شاء الله بيحقق أرقام قياسية كل يوم. 24 هدف لمحمد صلاح أولا على مستوى الشامبيونز ليج، هو هداف الشامبيونز ليج بالنسبة لليفربول ب 24 هدف. الموسم ده بيحقق 17 هدف على مستوى البريمير ليج كهداف البطولة، وان شاء الله يتوج بيها على المستوى يعني لو توج بيها السنه دي هيبقى للمره الثالثه، وده تاريخ كبير جدا ان يكون هداف في البريمير ليج 3 مرات. خلينا نتكلم كمان على سجل 24 هدف، 17 في الدوري، 3 في الكاس، و4 في الشامبيونز ليج. دي ارقام صعبه كلها، ارقام خرافيه. لكن خلينا اكلمك كمان، نرجع لاربع سنين ورا. لو حد بيقول لك قارن محمد صلاح برونالدو يقول لك يا عم انت يعني ده بعيد قوي. دلوقتي محمد صلاح خلال 3.5 سنين بيحقق 118 هدف مع ليفربول على المستوى البريمير ليج، في حين ان رونالدو مع المان يونايتد قعد 6 سنين عشان يحقق هذا الرقم 118 هدف. فخلينا نكون فخورين جدا بمحمد صلاح بما بيحققه من ارقام كبيره جدا على مستوى افضل دوري على مستوى العالم واصعب دوري على مستوى العالم. كمان ان السنه دي عنده فرصه كبيره ان شاء الله انه يتوج بهداف البريمير ليج للمره الثالثه. دي حقيقة. اعتقد ده تاريخ كبير جدا. بنحيي صلاح وبنقول ان شاء الله في تقدم مستمر. صلاح يستحق كل خير، هو فعلا زي ما بيقولوا عليه فخر العرب. بالنسبه لنتيجه المباراه، اعتقد بالرغم ان ما فيش مستحيل في الكوره، لكن اعتقد ليفربول ب 2-0 خارج الديار. لايبزيج زي ما بقول لك عنده ليليان، ده شاب عنده 33 سنه، مدرب اكتر من رائع، كمان عنده طموح طموح وعنده فرقه كويسه. لكن 2-0 اعتقد هتبقى الامور صعبه شويه على لايبزيج انه يرجع تاني او يفوز على ليفربول هناك في انجلترا بنتيجه اكتر من 2-0 يعني.